من المناورات الإسرائيلية إلى المناورات الداخلية في ساحة النجمي، اللجان المشتركة تختلف على حق العسكر في الاقتراع، واللجنة الفرعية تناقش بصراحة وجدية لكن من دون الاتفاق لا على النظام ولا على الدوائر. تقرير دونيز رحمي فخري. على وقع خطى السلحفات تابع النواب النقاش في قانون الانتخاب. لم يخرج الاجتماع السادس للجان المشتركة بجديد، وأجمع المشاركون على مختلف انتماءاتهم على التشكيك بإمكانية التقدم في النقاش، إلى حد قول أحد النواب: إذا استمرينا على هذا المنوال بناخذ قانون الانتخاب بعد سنتين من الآن. تركز البحث على دراسة المواد المتعلقة في اقتراع وترشيح المجنسين واقتراع العسكريين والعوامل التي تحول دون ممارسة هؤلاء لحقهم الانتخابي، وكان هناك تباين في الرأي لجهة انتخاب العسكريين، ولم تتوصل اللجان المشتركة إلى بطل النقاط الخلافية بسبب فقدان النصاب، ورفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم للتصويت على المسائل الخلافية. دكتور رئيس، ما في شيء، هو بيروح وبيجوا. انقسمت الآراء حول حق العسكري في الاقتراع، وعلمت الام تي في ان نواب التيار الوطني الحر وحزب الله ايدا الاقتراح انطلاقا من حق كل مواطن في الاقتراع، فيما رفضه نواب 14 اذار تجنبا لادخال السياسه الى الثكونات العسكريه، ما قد يضطرنا كما قال احد نواب المستقبل الى الاستعانه بالقوات الدوليه. والملفت أن وزير الداخلية كان من بين الرافضين لاقتراع العسكر، وإن لاعتبارات أخرى تتعلق بحسب المعلومات بآلية الاقتراع. الحضور الخجول في اجتماع اللجان المشتركة لم ينسحب على اجتماع اللجنة المصغرة التي عقدت اجتماعها الثاني بحضور كامل أعضائها، فيما مثل حزب الله النائب علي عمار بدلا من علي فياض. وبحسب المعلومات فإن النقاش كان صريحا وبلا كفوف، وإن كان الاصطفاف السياسي بقي على حاله من النظام الانتخابي، حيث التقى المستقبل والقوات والكتائب والاشتراكي على رفض النسبية مقابل إصرار التيار الوطني الحر وأمل وحزب الله عليها. أما الكلام عن الدوائر الانتخابية فبقي بالعموم بانتظار الاتفاق على النظام الذي سيعتمد. وعلمت الام تي في أن النائب علي عمار كشف عن المستور عندما قال إن انتخاب المغتربين لم ينضج بعد. التزم نواب اللجنة الفرعية الصمت واستمروا في تكتمهم عن كشف تفاصيل نقاش مفتوح على كل الاحتمالات، على حد تعبير أحد النواب الذي اختصر كل ما يحصل بالقول: إذا تم تسريب كل ما يحصل في الاجتماع فبتفرط اللجنة الفرعية.